الفيزيك عاوني وما عاونيش. عاوني في الادوار الاجنبيه، فهمت معناها؟ انا مصر دخلت فيسع فيسع، مثلت سلطان عبد العزيز في سرايا عابدين اجنبي تركي، ومن بعد حاره اليهود مثلت يهودي كولونيل اسرائيلي، ومن بعد القيصر كيف كيف. دونك هذوما خلوني دخلت المارشي ايجيبسيان، دخلت له. اما من بعد باش تعدي من المارشي ايجيبسيان لل معناها ان طونك اترونجي للممثل مصري ولا عربي اصعب شويه، لازم تكون كريديبل. كي تطلع نجيب بدور عمر، اسكو الجمهور يصدق ولا بالوجه؟ ظافر كي يطلع بدور عمر يصدق، فهمت؟ مالوغوزمون التلفزه، سورتو التلفزه، دي ستيريوتيب. المصري لازم يكون هكا هكا، العربي لازم يكون هكا هكا. كانوا ازعر بلون اترونجي، فهمت؟ باش تنجم تمثل ادوار مصريه لازم يستانسوا بيك، يشوفوك برشا مرات وتطلع في ديزيميسيون تيلي. وكيما مثلا هذا في فيلم طلق صناعي، من الاول للاخر باش تكلم مصري، فما عباد ما سمعتنيش تكلم برشا مصري. لهنا فما ممكن مخرجين ومنجين نجيب يتكلم مصري كويس، يعني ممكن ندولو ادوار مصريه، فهمت؟ بتاتر وقتها الشيء يبدا يخدم في المخ ويستانسوا بيك انت تونسي، وقتها ينجموا يعطيوك دور مثلا مصري امو فرنساوية، مصري امو انجليزيه، فهمت؟ خاطر مش سهل، معناها سهل تجيب عابد ازعر يتكلم مصري معناها في وسط المسلسل. ازعر تقول معناها يسفي دو دير كو في وسط المسلسل مثلا امو مامته يعني جدته امريكيه يعني، فهمت؟ سهية تتعادي الحكاية، أما لازم يستانسوا بيك، هما لازم الشعب يحسك استوعبك أنت عربي، كيما يعرفكش مليح حتى كان يسمعوا بيك تونسي، معناها مش مستوعبين اللي هما اللي أنت ماكش عربي. دونك فوالا دابخي البسيكولوجي نصور نتاع العبد، ديما لازم واحد يستانس بيك اللي أنت هكا ولا هكا. علاقتي مع لي سيليبريتي التوانسة في مصر معناها علاقة باهية. جو سوي ان كونتاكت مع برشا ممثلين، معناها منهم سونيا بن بلقاسم، فاطمه ناصر، دارين حداد زاد سورتو من الاول، ظافر وهند على واتساب شويه، دره اقل شويه سورتو من الاول. دونك فوالا اون سو بارل. بون هما زاد يصوروا ويسافروا، انا زاد نصور ونسافر، العلاقه باهيه. ومجدي سميري زاد فيك ولا يخرج غادي، يخرج مش معناها يخرج في الشارع، معناها عمل مسلسل ومحبوب برشا زاد غادي. فوالا دونك اون سابيل دو تونز ا اوتر، ساعه زاد نشوفوا بعضنا. فوالا كل ممثل وعنده سي كاليتي وعنده شخصيته، اللي ساعات المخرج يقول لك نحب نجيب على خاطر هكا، مش نحب بروفيل هذاك اي نجيب يشبه له اكثر. لا، ظهر لي اول منافس روحه هو انا المصري. لقيت ديفيكولتي سي سور، لقيت ديفيكولتي خاطر انا جو سوي با، معناها جو في با بارتي دي جون اللي تفرجوا المسلسلات المصريه ملي انا صغير. انا صغير كنت نخرج نكور في الشارع، وفهمت نعرف المسلسلات المصريه اكثر نساء والبنات يتفرجوا فيهم. هذاك علاش البنات اللي خرجوا لمصر يزون موان دو ديفيكولتي باش يتعلموا المصري. ساعات توانسه بنات يخرجوا لمصر ديجا يبلبلوا بالمصري، انا لا. جافي دي نوسيون، معناها سمعت قبل اللغه المصريه في التلفزه التونسيه، اما كلي ما قعدتش نتفرج في المسلسلات معناها ديسيبليني على الاخر، فهمت؟ من الاول لقيت دي بروبليم، من بعد بتيت ابتي بالممارسه عملت بتي كارني زاد لقيت فيه دي ديتاي على فكره، فهمت؟ رجعت في المكتب معناها. لقيت ديفيكولتي في اللغات، سيرتو كي مثلت بالتركي في مسلسل سرايا عابدين، معناها جافي اون تيغاد نتاع 7-8 ليني بالتركي، دونك قعدت نحفظ فيها بريسك 24/24، كنت نرقد نقوم ناكل نحفظ، نرقد نقوم ناكل نحفظ، معناها حاجة بتركي نحفظها وننساها ونحفظ وننسى يمكن 50 مرة ولا 100 مرة، خاطر ما عندكش روبير سي دو شارابيا، معناها فهمت؟ أون ميم تون لازم تعرف تعمل ترجمة أون باراليل، مش ساهل باش هكا فيغ دي نيونس وتحس الحاجة. دونك من بعد كي مثلت بالعبري في حارة اليهود، العبري ذول ياسر ساهل بالنسبة للتركي، معناها خاطر فما برشا كلام يشبه العربي، كيما مثلا الملحمة الحرب يحسبونه، فهمت؟ دونك بالنسبة لي كي حفظت العبري بعد التركي ذول ساهل.